هذه هي برومي حلقة. غادي نجيب لكم واحد النكتة شابة برشا برشا. واحد النهار واحد روى لا ديريكسيون تاع موبيليز، روى لا ديريكسيون تاع موبيليز قاعد قدام الباب واحد 2 متر. غادي يقارع 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 وذاك الباب كي تقدم عنده ينحل، هو قاعد بعيد باينه باللي الباب ما ينحلش. يقارع يقارع يقارع، قال لهم ربك يعني مرهم بالعين، العشرة تاع الصباح يبلعوا. اي منا 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 جات خرجها بابيشا، اي خرجت بابيشا الباب تبلع. اتقدموا بالوجوه اتقدموا بالوجوه، اي روح هو لا كنت قدام كان الباب ينحل. المهم زوجة واحد روح لغابة امازون عندها العطل، اي غادي كيما هاك الحلة وكاع نزل من اي ام جي قال راه غير عند غابة، تعرفوها غابة امازون تعرفوها انا ما قالوهاش هنا، هي قال راه غير عند الغابة. دخل غابة امازون لهم انا عندي الحلة وكاع انا ما كاش قال يخرب فيا، اي ودا مع سلاح خرج لها سبع تيري عليه، خرجت لها لفعة تيري عليها، خرج لها النمر تيري عليها، خرجوا لها الضفادع تيري عليهم. كي خرج عند زومبي قال هادو الزومبي انا غادي نعطيهم كابات على دراهم، كلاوه والورد شكون ورثه؟ ورثه ورثه ولاده اللي فهم فهم. Ha ha ha!